فعلا ما كان به الملك عبد العزيز كان شيئا استثنائيا. ليس من السهل أن تقود معركة للنهوض ببلاد كالمملكة، تضاهي في حجمها قارة أوروبا، وتنتصر فيها بعدد قليل من الفرسان. أتعلم إن ما يدهشني في تأسيس بلادكم قوة الإرادة التي تحلى بها الملك عبد العزيز. الإرادة، وأضف إليها الأمل الذي سيغير التاريخ، وعبقرية القائد. كل هذه اجتمعت هنا لترسم معالم دولة لم يكن لأحد أن يتوقع قيامها على ما هي عليه اليوم. ألم أقول لك أن ما قام به الملك عبد العزيز كان أمرا استثنائيا؟ هذا يجعلني أرى أن شراكتي معك في إنجاز هذا البحث عن بلادي سيكون موضوعيا وأمينا. قطعت آلاف الأميال إلى بلادكم لأنني مقتنع بأن بلادكم يجب أن يكتب عنها كثيرا بموضوعية وبأمانة. أين وصلت يا لويس؟ رائحة القهوة لذيذة. أتعلم يا لويس أنني أصنعها في المنزل؟ أنت تدهشني دائما يا لويس. أول مرة بحياتي أرى رجلا غربي منصف مثلك. تحب قهوتنا وتستمتع باحتفالاتنا. لو رأيت نفسك اليوم وأنت ترقص العرضة بالسيف. نهمد اللاجة على ما تمنى، نهمد اللاجة على ما تمنى. كانت رائعة. جميل جميل، كم أحببت هذه الرقصة. إنها تعبر عن الشجاعة والقوة والاعتداد بالنفس. أنتم تعبرون عن أنفسكم ببساطة وبجمال. هل قمت بتصويري أثناء الرقص بالعارضة حتى يشاهدوها أهلي هناك في بلدي؟ نعم، وصورتك وأنت ترقص بالسيف. لقد بذلنا الكثير حتى صرنا إلى ما نحن عليه اليوم يا لويس. عمل دؤوب وبناء وتخطيط، وما زلنا مستمرين وبوتيرة متصاعدة. هذا كدر الأمة الحية التي تنظر للمستقبل بأمل وتتوجه إليه بقوة. العجيب في إنشاء المملكة، كيف تمكن الملك عبد العزيز من تجميع كل هذه المسافات الكبيرة التي تعادل في حجمها حجم أوروبا؟ بهذا، باتجاه الغرب، حتى تدرك أنني باحث جيد. أنا متأكد من ذلك، ولا لما وجدتني أعمل هنا معك. اطمئن اطمئن، لن تجد أي مشكلة من اليوم فيما يخص المعالم الحديثة بالمملكة. بمساعدتك لن أجد أي مشكلة، إلا إذا طلبت الجامعة مني بحثاً جديداً يحتاج إلى مساعدة. لا عليك لا عليك، كل ما ستحتاجه للمحور الذي طلبته منك الجامعة، وخصوصاً فيما يتعلق بالسكان، متوافر في مراكز البحث بالمملكة. حسناً، سنتبع طريقة التوزيع الإجباري في التقييم. ولكنها يا سيد حسام طريقة حاسمة. توزيع الموظفين وحصر أدائهم بنسب محددة قد يتسبب بظلم بعضهم. ربما يقيم أحدهم بدرجة ممتاز وهو يستحقها، ويقيم آخر بدرجة مقبول وهو ممتاز. لنجربها، لنجربها، قد نخرج بنتائج طيبة.
حسناً، لنجربها ونرى. حسناً. 10% ينالون درجة ممتاز، 20% جيد جداً، 40% جيد، 20% مقبول، و10% ضعيف. بهذه المعادلة سيكون لدينا من بين 30 موظفاً يعملون داخل وخارج المؤسسة 3 ينالون درجة ممتاز، و6 جيد جداً، و12 جيد، و6 مقبول، و3 ضعيف. نجوى، ألم تنتهي من تحديد الوصف الوظيفي والمواصفات الوظيفية للمحاسب الذي سيعينه مدير المؤسسة؟ لا لا، فأنا منهكة. نحن بحاجة إلى إشغال هذه الوظيفة بسرعة. إذا ساعدني. حسناً حسناً. نحدد صفات وخصائص المحاسب المطلوب بمعرفة قدرته على الإنتاج ونوعية ما سينتجه من عمل، هل هو جيد أم لا؟ نعم هذه أعرفها، ولكن ما يشغلني هو الوصف الوظيفي. بسيطة، هو قائمة مهام الموظف، ووظيفة المحاسب تتلخص في قدرته على إعداد القوائم واستلام الأموال وإيداعها وإعداد الميزانية. بدأت الصورة تتضح، وبهذه الطريقة تكون المواصفات كما حددها المدير، أن يكون المحاسب حاصل على الشهادة الجامعية وصاحب خبرة في المحاسبة ويتقن اللغة الإنجليزية والتحق بعدد من الدورات المحاسبية. صحيح، إذن أنجزي مهمتك بسرعة. أؤكد لك أن شبابنا لن يتأخروا عليك في إيصال القرطاسيات. أرجو ذلك. سأهتم بالأمر جيداً. شكراً لك. أهلاً. اسمعني، لقد وعدت الزبون بألا أتأخر عليه. أريد منك أن تصله البضاعة في تمام الساعة 4. أرجو ألا تحرجنا مع الزبون. حسناً، سأتابع الأمر معك لحظة بلحظة. مع السلامة، مع السلامة. أحسنت، لقد قمت بعمل رائع. شكراً لك، هذا عملي. أتدري يا سامح، سلوك أحمد مع زبائن وزملائه في العمل كان لطيفاً وعملياً. أجل، اليوم أنقذنا من كارثة تأخير حقائب أحد الزبائن. سيكون تقييمه لهذا السلوك ممتاز. بالإذن. أحمد، ألف مبروك. مبروك، ألف مبروك يا أحمد. مبروك، تستحقها. مبروك المكافأة التي حصلت عليها. يبدو أن سجلك مليء بالإيجابيات. شكرا لكم جميعا، ولكن إلى الآن لم يصدر قرار من المدير بها. من قال لك أنه لم يصدر؟ حسناً، لقد جئت بنفسي لكي أسلمك تقرير ترقيتك ومكافأتك بيدي، فأنت فعلاً تستحق هذا. تفضل. شكراً، شكراً لكم على مشاركة هذه اللحظة. أنا ممتن لك جداً يا سعادة المدير. على العكس تماماً، نحن في المؤسسة ممتنون لك، وكذلك لكل موظف يمتلك القدرة على المبادرة ويكون مبدعاً مثلك. هل سنحصل على مكافأة مثل أحمد؟ كل حسب تقييمه، لكن أحمد كان مبدعاً في عمله وسجل نقاطاً كثيرة فكوفئ بسببها.